السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائعون، معكم أخوكم محمد، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. هل سمعت من قبل عن أي تابلت من ريلمي؟ بالطبع لا، بحيث يعد ريلمي باد محاولة الشركة الأولى في صناعة الأجهزة اللوحية، وباعتبار أن هذه المحاولة الأولى فهي جيدة للغاية على الرغم من تسعير التابلت، إلا أنه يبدو جيدا جدا، كما أن المكونات الداخلية ليست سيئة أيضا. يتميز ريلمي باد بتصميم بسيط ونظيف، واجهته زجاجية بالكامل، بينما الواجهة الخلفية من المعدن بالكامل. ويشعرك التصميم أن التابلت مصنوع بشكل جيد، وهو خفيف جدا في اليد، ويبدو أصغر من شاشته والتي تأتي بمقاس 10.4 بوصة. تقدم الشاشة كثافة 224 بيكسل في البوصة من خلال دقة 1200 في 2000 بيكسل، وتأتي بتوازن جيد بين التباين والحيوية وزوايا الرؤية، إضافة لاحتواء التابلت على عدد من الأوضاع الذكية والمختلفة. فوضع القراءة من خلاله يقوم بتقليد كتاب حتى لا ترهق عينيك أثناء القراءة، والوضع الداكن يحول وجه المستخدم إلى اللون الأسود، بينما يمكن للوضع الليلي تعتيم الشاشة إلى درجة سطوع منخفضة، بينما يقوم وضع ضوء الشمس بالعكس، ويمكنه زيادة السطوع إلى أقصى حد في ظروف الإضاءة الساطعة. يشتغل التابلت بواجهة جديدة ومخصصة تحت مسمى ريلمي يو آي 4 باد، وتعتمد على نظام أندرويد 11 الخام، والذي يقدم تجربة خالية من الفوضى وسريعة الاستجابة، إضافة إلى وجود وضع تعدد النوافذ حتى تتمكن من استخدام تطبيقين جنبا إلى جنب. يحتوي ريلمي باد على بطارية قوية بسعة 7100 ملي أمبير، وتقدر شركة ريلمي زمن صمودها إلى ما يصل إلى 12 ساعة من تشغيل اليوتيوب و15 ساعة من القراءة، وسيتم شحنها بقدرة 18 واط، وهو ليس الأسرع، ولكن عادة ما يكون هذا متوسط قدرة الشحن على الأجهزة اللوحية. هناك أيضا 4 مكبرات صوت على ريلمي باد معتمدة من دولبي أتموس وهاي ريس أوديو. ولإكمال حصيلة المواصفات، هناك معالج متوسط هيليوس جي 80 بدقة 12 نانومتر، يعمل بسرعة تصل إلى 2 جيجا هرتز كحد أقصى، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 4 جيجا بايت، وكاميرتين أمامية وخلفية كل منهما بدقة 8 ميجا بيكسل. كانت هذه نظرة أولية على ريلمي باد، أول جهاز لوحي من المريد الأصفر، لذلك كن حريصا على الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بكل الإشعارات، وترقى المراجعة الكاملة للتابلت وغيرها من الأجهزة وكل ما له علاقة بالتقنية. كان هذا كل ما لدي لفيديو اليوم، أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وأضرب لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.